يا بزاف تقيسك تما شغل راح للام كان قال كلمه اخرى معليش بالك ما رياجيش كان تما سب لي الام تاعي وكما نقولوا نص متر عليا ماشي قال. وما ذنب المدرب الذي تشتم والدته او عائلته اذا غابت الانتصارات او عجز عن تحقيق النتائج؟ جو في بارتيرا جو في نتكلم مع البريزيدون ديالي باسكو هو سي تافرا بور مو الحق وجو دو لو غاردي كوم كوم فرير ولا كوم ان امي ولا باسكو ما يخصني والو معاه لكن هكذا ما نخدموش هكذا انا ما نخدمش هكذا لا سبان تاع الناس راه قدروش راه ممنوع راه حرام راه هذه دوله محافظه والناس هكذا سبوا انا يما ما عنديش الله يرحمكم يماكم اللي كنتوا تسبوا لي في يما ربي يخلي لكم يماكم تعرفوا نهار تموت يماكم تعرفوا شنو معناتها. إلى حين إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة الجديدة القديمة والتي تتعدى الملاعب وميادين الرياضة، يبقى المستطيل الأخضر ومع الأسف مكانا ترمى فيه القذورات الأخلاقية والشتائم المتنوعة التي سئم منها العام والخاص.